السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هعمل معاكم البغاشه بطريقه سهله جدا وبكوبايه دقيق بس، وطعمها تحفه وشكل زي ما انتم شايفين، مفيش احلى من كده. حلويات اقتصاديه جميله جدا، هشه وبتقرمش بقى من بره ومفرغه من جوه. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدا بقى، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفي قناتي. يلا نبدا. بسم الله، اول حاجه هبدا اعملها هي الشربات. الشربات بتاع البغاشه بيكون تقيل، عباره عن كوبايتين سكر وعليهم كوبايه ونص ميه وعصير نص ليمونه بقى، وهسيبهم يغلوا على النار لمده 10 دقايق. وقبل ما اطفي عليهم بحط باكو فانيليا وبطفي على الشربات بقى، وبسيبه يبرد تماما لحد ما اجهز البغاشة. معايا هنا بقى بيضة بدرجة حرارة المطبخ، واحط عليها باكو فانيليا وبيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة كبيرة خل أبيض، خل ابيض عادي معلقه كبيره بس كده، وبخلطهم بقى مع بعض كويس. وبعد ما اندمجوا بقى بالشكل ده، هحط بقى بقية المكونات. دي كوباية دقيق أبيض منخول، تقدري طبعا تضعفي الكمية زي ما تحبي يعني. ومعلقة كبيرة نشا، دي بقى اللي هتخلي البغاشة بتاعتنا مقرمشة وهشة زي ما هتشوفوها. وهضيف كمان رشة ملح صغيرة خالص بس كده، وهقلبهم بقى مع بعض كويس بالمعلقة كده الأول. وهبدأ بقى أعجنها كده بشوية مية صغيرين خالص. بشيل بقى المعلقة وأبدأ أعجن بإيدي كده، بعجن بالمية شوية مية صغيرين خالص، مية عادية من الحنفية. بحط حبة حبة كده لحد ما العجينة تلم معايا وتبقى عجينة طرية زي ما هتشوفوها. طريقة البغاشة سهلة جدا، مش هتاخد منك وقت خالص، خصوصا كمان بقى لو انت عندك الشربات جاهز، فهيبقى الموضوع معاكي سريع جدا يعني، مش هياخد وقت خالص. بس كده عجنتها بقى كويس لحد ما بقت بالشكل ده، عجينة طرية خالص. هسيبها بقى ترتاح لمدة 10 دقايق، ترتاح بس، انا مش حاطه فيها خميره يعني مش هتخمر ولا هيتضاعف حجمها. انا هسيبها بس ترتاح لمده 10 دقايق وارجع لكم. وادي بقى عجينه البغاشه بتاعتنا بعد ما ارتاحت. فرشت بقى المفرش السيليكون علشان افرد بقى عليه العجينه، وهرش شويه نشا عشان العجينه ما تلزقش، وابدأ بقى افرد العجينة كده. وبالنشابة او الفرادة بقى افردها كويس كده، مش سميكة علشان تكون مقرمشة، وبرده مش رقيقة خالص يعني. هوريكم السمك بتاعها دلوقتي. بفضل الف فيها كده علشان تتفرد معايا كويس. وادي بقى العجينة بعد ما اتفردت كويس،
هتجيبي بقى السكينة او القطاعة المشرشرة بتاعتك وتبدأي تقطعي العجين بالطول كده، شرايط بالطول كده مش عريضة، متوسطة، علشان الشكل النهائي معاكي يكون حلو. وممكن تعمليها كمان بالقطاعات الاشكال اللي هي القلوب والورد مثلا، هتبقى حلوة قوي برضو وتغيير يعني، بس الاسرع طبعا انك تعمليها بالسكينة. والشكل النهائي برضو بيبقى جميل جدا. انا عيالي بيقولوا عليها الزلابية المربعات، بس هي طبعا مختلفة خالص عن طعم الزلابية، يعني مربعات بالشكل ده كده. بجيب كل شريط اقطعه بالعرض زي ما انتوا شايفين كده، وبخلص بقى كل العجينة بنفس الطريقة. بس كده، وهبدأ بعد كده بقى احمرها في زيت سخن غزير. لازم الزيت يكون سخن في الاول، وبعد كده ممكن تهدي النار شوية وانتي بتقلبيها. شايفين ما شاء الله بتتنفخ ازاي، مش هتاخد منك وقت خالص. بتقلبيها كده تاخد لون ذهبي حلو، وبتشيليها بقى تصفيها وتحطيها بقى وهي سخنة على طول على الشربات البارد اللي عملناه مع بعض. بالشكل ده كده. لازم بقى الشربات يكون بارد، علشان لو سخن هيخلي البغاشة بتاعتك تبقى طرية مش مقرمشة زي ما احنا عاوزين. وهسمعكم برضو صوت القرمشة. ودي بعد ما شلتها بقى من الشربات، اسمعوا بقى صوت القرمشة. سمعتوا ما شاء الله مقرمشة جدا ومفرغة من جوه. ممكن تعمليها بقى بالشربات او وهي سخنة كده، اول ما تطلعيها من الزيت ترش عليها سكر بودرة، او ممكن تستبدلي برضو الشربات بشوكولاتة سايحة او صوص كراميل او صوص فراولة زي ما تحبي بقى. زينيها وهي كوباية الدقيق عملت معانا ما شاء الله الكمية ديت. انت ممكن تضاعفي الكمية بقى براحتك. بجد والله طعمها جميل جدا واقتصادية زي ما انتوا شايفين، ما كلفتناش حاجة خالص. بكوباية دقيق وبيضة عملنا حلويات سهلة وسريعة. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك وتعليق حلو منكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.